بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحناجد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته برقي إلى أوج المعارف والحقائق وأنفاض عليهم من محون مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكات أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما أمطرت مناقبهم معاطس الأسماء الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن وسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الطريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر الرحيم سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغ الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة الكرب والأمان وعد نظمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بدرره أسماع الحاضرين عند عمل مهمه وحوله إن تخمته من كلام بعض أرباب طريقا ومن له في حضرة الشيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقا كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي ناح له فناح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمل وبث مناقب الأخيار واستنزالا لصيب الرحمات والبركات الجزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العلية وتنهل من حظيرة القدس سحب الفيوضات الإلهية فصلته بوسائط من لآل التراضيئة وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة.
فنقول هو الشيخ الكامل والجهد الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسنت وقيل جنكا دوسنت ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون ابن عبد الله المهض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي ابن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبك أن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصبح يمودا نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من لا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يبتنئ من الرضاعة في نهار رمضان إناية من الله تعالى به ولما ترأى سار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطم الظليم وتفقه بأبي الوفاء علي بن أكيل وأبي الخطاب الجلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه عرائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه أي اقتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبس من يد القاضي أبي سعيد المبارك الخرقة الشريفة الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا أسائد الإجتهاد نابذا لمعلوف الإسعاف والإصعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصرفونه وقاسا في بداية أمره الأخطار
فما ترك هالا إلا ركبه وقفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه ريقة يمشي حافيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه نعلي يمشي فيها ويكتات ثمر الأشجار وكمامة البقل الترمى وورق الحشيش من شاطئ النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعامك فلكيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة نكت فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأن الأقوياء فما لهم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفئم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفق الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرد عليه الخضر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هنا فاقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاعتلم وذهب إلى الشط واغتسل ثم نام فاعتلم وذهب إلى الشط واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على حدث قط ولم يزل الاجتهاد دأبه حتى تركه من الله الحال وآن وان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه الوجه لا يعي غير ما هو فيه ويتظاهر بتخرص الجنون حتى من أين المغرس ثاني مرات إلى أن اشتر أمره وفاق أهل أسره علما وأملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا وامطار صيته وسار ذكره مسير الشمس وحكي أن اجتمع له 100 فقيه من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه
فلما استقر وأدرك الشيخ فظهرت من صدره بارقة من نور فمرت على صدور 100 فقيه فمحت ما في قلوبهم وبيتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صعد الشيخ على الكرسي وأجاب جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنهو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطاه ورفع إليه مرتبة سؤال عجز العلماء عن جوابه سورة رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنهل يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البغلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطأ في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات قال خادمه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. مدة 40 سنة وكان يسلس بابي وضوء الشاء هذه المدة كلها وكان إذا أهدس جددا في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أهدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بطللة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9000 ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصره ثم يصلي قائما على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراكبا إلى طلوع الفجر
ثم يأخذ بالابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال: وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم، وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول: لا ينبغي لفكير أن يتصدى ويتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء. قال: ورفع إليه مرة شمس ادعى أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه، فقال له: حكم ما يقولون أنك؟ فقال: نعم. قال: فزجره وانتهره وعاده على ألا يعود إلى ذكر ذلك. ثم التفت الشيخ إلى الحاضرين السائلين له: أمحق هذا أم مبطل؟ فقال: هو محق في قوله ملتبس عليه، وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال. ثم خرج من بصيرته منفذ فرأى بصره بصيرته وشؤاؤها متصل بنور سهوده، فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته، وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري. فاضطرب العلماء والصوفية من سماء ذلك الكلام ودهشوا. قال: وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق، وبدا له في ذلك النور صورة، فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أنا ربك وقد أبنت لك المحرمات، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إخسى يا لعين. قال: فإذا بذلك النور ظلام والصورة دخان، ثم صرخ: يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في إحكام منازلك، ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق. فقلت لرب الفضل والمنة، فقيل للشيخ: بما عرفت أنه شيطان؟ فقال: من قولي أبهت لك المحرمات، فعلمت أن الله تعالى لا يعمر بالفحشاء. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة، وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوة ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء، ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط، حتى عذبه على عدم قبوله هديته، فقال له الشيخ: ورسل ما بدا لك وحضر معه. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح،
وإذا كل تفاحة مشون دما وقيحا فقال للخليفة كيف تلومنا على أدم أقلنا من هذا وكله مغشوم بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيكف بين يدي الشيخ كآهاد الناس وصحبه إلى أن مات وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وعبد صدره وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء والتلذذ به إلا من عرف المبلي وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا وأطيعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تخدر جلب النعماء ولا تفعل بلوى فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا والبلوى حالة بك وإن كرهتها فسلم لله في القل يفعل ما يشاء فإن جاتك النعماء فاستغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى فاستغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلكه وإنما أتته لتختبره وكان يقول لا يسلخ لمجالسة الحق تعالى إلى المطهرون من رجس الزلات ولا يفتح إلا لمن خلى عن الدعاوي والهوسات ولما كان الغالب على الناس عتم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليسلكوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك أو لم يشعروا وكان يقول إياكم أن تحبوا أحدا أو تكرهوا إلا بعد أرد أفعاله على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم فكل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسى الآخرة ومن كرامتي أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه الصفور فرفع رأسه فخر الصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن الصفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارة ومن كرامتي أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر القادر رضي الله عنه الفاتحة وأن تسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فرأت يوم النحيل ورأت يأكل بس شعير ودخلت على الشيخ وجدت بين يديه دجاجة ملعوقة فسألت عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت الدجاجة السوية وصاحت لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه الفاتحة. فقال لها إذا صرف نكيا كذا فليقل ما شاء. ومن كرامته أيضا أنه أمر بمجلسه ذات في من شديد ريح فشوسا بسياه على الحاضرين. فقال يا ريح دراسها. فوقع لوقتها منطوة الرأس فنزل للكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس شهدون ذلك. ومن كرامتي أن أبا عمر عثمان صيرفي وأبا محمد عبد الحكيم الهريم رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي الشيخ بمدرسة يوم الأحد الثالث صفر سنة 55 فتوضأ الشيخ على كبقابه وصلى ركعتين. فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى فتلك بقابه في الهواء فغابن عن أبصارنا. ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أحدنا على سؤاله. ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إن معنا للشيخ نذرا فاستددنا. فقال خذاه منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخس والقبقاب فسألناهم عن المعنى في ذلك. فقالوا بينما نحن سائرون يوم الأحد الثالث صفر إذ خرجت علينا رب له مقدما فانتهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي. فكلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا ذكرنا. وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملة الوادي ورأيناهم مدعورين. فظننا أن قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعدهم. وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد هَمَنَا. فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردت كمقاب مبتلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبا عظيما. ومن كرامتي أنه جاء رجل أسامة أولاد نصفة المعازمين فقال شهادة مارد من ودي سرندي باسمه خالص. فإذا سجد فقل في دنيا يا خالص عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. المقيم بغداد يقول لك لا تهلك. فذهب الرجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسئل أخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد السر إليها إلى الآن. وقال بعد رؤساء تعزيم وقصد بغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. ولا يقع فيها صرنا لأحد فلما مات وقصر. ومن كرامتي أيضا أن ثلاثة من الشيخ جيل أتوا إلى زيارته قد صلوا سرا. فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجها إلى غرجة القبلة والخادم واقف بين يديه. فنذر بعض من بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغرجة القبلة وقيام الخادم بين يديه. فأعطى الشيخ كتابا من يده ونظر إليه نظرة وإلى الخادم أخرى فوق ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطف الإبريق وهده إلى الكبلة. ومن كرامتي أن أبا المدفر حسن من بغداد تاجرا جاء إلى الشيخ محمد بن مسلم ميدر والدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهزتني قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار. فقال إن سافرت في هذه السنة قد تأخذ مالك. فخرج من عندي مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. وهو الشاب يومئذ فهك له ما قاله الشيخ أبمن. فقال له سافر ذهب سالما وترجع غانما والضمان علي في ذلك. فسافر الشيخ وباع بضاعته ب1000 دينار ودخل يوما إلى سقايتهم في حلب لقضاء حاجة الإنسان.
ووضع الفدينار على رفي بن السقايا وخرج وتركها ناسيا واتى إلى منزلي فألقي عليه النعاس فنام فرأى في منامه كأنه في كافية قد خرجت عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها واتى وتر فضربه بأرمته فقتله فانتبه فسيا وجد أسرد في عنقه وأحسى في الألم وذكر ألف فقام مسر السقايا فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسي إن بدأت بشيخ عمد فولا سال والشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فهو الذي صحك لمو فلك الشيخ حمادا في أثناء ترديد الخاطر في سوق السلطان فقال له يا أبا المدفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فإنه مهبوب ولقد سأل الله فيك سبع عشرة مرة حتى جئت وقد عليك من القتل قد مناما ومن الفقر نسيانا وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فقال له ابتداء قال لك الشيخ حماد إنني سألت الله فيك سبع عشرة مرة وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى فيك سبع عشرة وسبع عشرة مرة إلى تمام سبعين مرة حتى كان ما ذكر ومن كرامتي أيضا أن الشيخ خالد والشريف عبد الله بن محمد الأب الغنائم الأسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سرا فوجد إنسانا شاب فملقا على كفا فقال للشيخ الذي رضي الله عنه يا سيدي اشفع لي عند الشيخ فلما ذكره له وابه له بقوله قد وهمته له فخرج الى الرجل ملقى عرف بذلك فقام الرجل خرج من قوته به دين لسوته في الهواء فرجع الى الشيخ رضي الله عنه وساله ان للرجل فقال انه مر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حالا ولولا الشيخ ولي ما رددته له ومن كرامتي أيضا أن الشمس المعروف بن طنطرة البغداد رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة قد صلى الله سره ونور ضريها كنت أشتغل في العلم وأكثر ترغب حاجة له فخرج ليلة من داره في سفر سنة 53 فناولت إبريقا فلم يأخذه وقصد بالمصادي فأشار إليه فانفض وخرج خجة خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي ثم انولق ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا نحن في بلدة لا أعرفها فدخل مكانا قريبا فإذا في ستة من رجال كان فلما رأوا الشيخ دموا وبدروا بسلام إليه والتجأت إلى سارية فسمعت ولينا من ذلك المكان ثم بعد يسير سكن ذلك الهنين ثم دخل رجل تلك الجنة التي فيها الهنين وخرج يحمل رجلا من ذلك الجانب ودخل الشخص مكان سوف رسيته الشارب فوقف بين يديه فأخذ العهد بشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا وقال لستة قمت يكون هذا بالميت فقالوا السماء وطاع ثم خرج وترك ما خرجتما ومشينا غير بعيد وإذا نحن عند باب بغداد فوفت أكل مرة ثم ذهب بالمدرسة كذلك فدخل دارا ثم في الغد جلست فيقرأ فمدني هيبته فقال يا بني اقرأ ولا عليك فأقسمت عليه يبين لي ما رأيت باللمس فقال أما البلد فنا وند وأما الستات وهم الأبدال النجبا وأما صاحب الأنين فسابهم كان مريضا فلما أحد الوات جئت أدر وفاته وأما الذي حمله على تكه فأبو العباس الخديوي عليه السلام أخذه لي وتولى أمره وأما الذي أخذته عن هدى فنصر عليهم كنت النينية أملت أن يكون وطنا للمتوفى وهو الآن منهم قال أبو الحسن
وقد علي العهد أن لا أودس بذلك الهدي ما دام حيا. وقال عبد بن سائس لي في حياتي. وذكر الشيخ عبد الله الموسري أن الإمام المستنجد بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قد صلى الله سره وسلم عليه واستوصى وأضع بين يديه ملا في أصل ياسر مسرة من الهدام. فرد الشيخ فأبى الخليفة إلى أقبلها ولا على الشيخ فوضع سكس منها في يديه وهما أخر الأكياس وأسرها وعصر ما فسال دما. فقال الشيخ الخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ من الناس وتكاملني به. فغسل الخليفة في الحال. فقال الشيخ عسى المعبود لولا حرمتني برسول الله صلى الله عليه وسلم لترددت مجري إلى منزلي. قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما. فقال للشيخ ذو شيئا من الكرامات من قلبي. قال وما تريد؟ قال تفاحا من الغيب ولم يكن نوانه بالعراق. فمد الشيخ وإهده في الهواء فإذا فيها تفاحتان فناوله إهدهما وكسر الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تفو منها رائحة المسك. وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة. فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى أو قال كما أرى؟ قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد الظليم فتودت كما ترى وهذه لمستها يد ولاية فطابت. وقد تقدمت كسوة التفاح الذي جاء بالخليفة للشيخ وكرامت عصا من أن تعصى وعظم أن تستنصر رضي الله عنه وأن برضاء الرفيع وأمدنا بمدد الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرستي إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخص يسير في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحمه الله تعالى. فلم يسمع له بعد ذلك صرخ. وقال رضي الله عنه عثر حسين الحلاج أثرة فلم يكن في زمني ما يأخذ بيده ولو كنت في زمني لأخذت بيده وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. أخذ بيدي كل ما أثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منسوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لفذ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا السلاب الأهوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام. يا أهل الجبال دكت جبالكم يا أهل الصوام دمن صوامكم أنبلوا إلى أمر من أمور الله. يا رجال يا بطال يا ذفال هلموا إلي وخذوا عن البر الذي لا ساهل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا خذرتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة وتسمع على عيني. وإزد ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غائس في بحر العلم القديم أنا هجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارث. يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. لك لم يسمع منك. قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة.
والله ما شربت حتى أكل لي عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بأنك عليك شرف وما كنت أتأكل لي بأنك عليك قل وأمنتك من الردى تجي وسنت تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرور الهاجبين أريض لطويلة أريض صيد نخيف البدن ربع القامة جوهر الصوت بهي الصوت سريع الدم شديد الخصية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا انضحك محارم الله عز وجل لا يغضب نفسه ولا ينصر غير ربه ولا يدن سائلا ولو بأحد ثوبه وكان التوفيق رائدا والتأييد معارضا وللمهدبا والقرب مؤيدا والمعرفة مرخزا والمعرفة خرزا والخطاب مسيرا واللد سفيرا والأنس نديما والبس نسيما والصدق رايتا والفضل بضاعتا والإلم ضيئتا والذكر سميرا والمكاشفة غذاء والمشاهدة شفاء وأذاب شريعة ظاهرة وأوصف الحقيقة سرائرا قدم وتفيد والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد فريد مع الهدر في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبوديته مستمدة من مد كمال الربوبية فهو ابن السماء مصاحب تفريقة إلى مرافقة الجميع مع لزومها كمن شريعة وفضائه رضي الله عنه كثيرا وأهواله أظهر من شمس ظهيرة وكانت وفاته دامت علينا بركته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 وعمره 91 سنة ودفن بغداد وقبره ظهير زال ويغسل من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا بأجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر لمحاد الرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى كف الامتثال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأغواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البسات العندي وبالسالكين على منهاج الأنور والمغترفين من منهر معارفه العذاب الأصغر أن تمدنا بتي بأنفاسهم وتتني لنا من سماغ راسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا خدم يا كتب يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأحلاك يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البصر يا أهل الجنان والعدل يا أهل الضيفة
الأنفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعز يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفدق يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا كنب القاهر يا كنب الرقائق يا كنب سكيت الرفن سكيت العرض يا أهل الغنى بالله يا كنب الخشية يا أهل عين التنكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجية الست يا ملماتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا كراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالمين السي منكم والمقدسين والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاز العزمات وتعمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الخجب الغيائب وحسن الخواتم والعواكم وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله عباد الله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا
ختم كتابك الذي أعرضت فيه عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أنزلته فرقا بين حلالك وحرامك ونتبتنا للتعرض ثوابه الجسيم وحذرتنا على لسان وعيدي جديد عذابك العليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته
الدنياتي فاجعله نورا نسعى به إلى عرشات الكيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياك إذا دان من الرحيل وبلغت الروح من التركي وتجلى ملك الموت لقبضها من خجب الغيوب وكيل مراب والتفت الساك بالساك إلى ربك يومئذ المساك وصارت الأعمال قلائدا في الأعناك اللهم لا تول يدا إلى الأعناك فانظرت إليك وعتمدت في صلواتي عليك راكية وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكال الجكيم أقداما سعد إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامية فيما لديك ولا تسمى أسماء تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تسمت بالعماء عينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أتباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بأرف أحبار الأخيار الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
المالكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي إنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤل رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلي جميل وفيك أمنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب وكفي أذى المعدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا كل الكروب وكفي